رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وانفعنا بما يرزقنا في الدارين. يقول المصنف رحمه الله: كتاب الإجارة. وعن كسو جرني كتاب المعاملات وبيعي وحيامي لحل إليها مساقاتك أو إجارة على قبض الله لبسوق هذا النين وقف كينو بيرت ورابيو لقول هشيني هي مضاربة ذي لوضع حلاقة حليلي ونوع إجارة. هذا نوح أنقل إن إجارة ذي رسمي قاهي وحول الشيخ إجارة بكسر الهمزة يضمها يفتحها انت بوا ليلي أصل كله هو إجارة بالكسر. إمام الرافعي هي صاحب المستعذب بتكون دوحو الشيخي إن ضم الله يديك سنكره وإجارة لديه كره من دوحو الشيخي إن فتح الله يديك سنكره أجارة لعرن كره. شرعي وحا لو يقال أن عقد عن إجارة وعقد على منفعة عقود معاملاتك ومعاوضاتك لبا نوع يوقف سمان من هذه الناحية عقود على أعيان هي عقود على منافع. عقود وحالك لقدنا يا وأشياء لفهو ضايا لك لقدنا يا شيء لفتيسي أما شيء قاسي هذا من ما غايبة أما في الذنب هذا أما منها هذا موجود منه وحالك لقدنا يا شيء لما كلدنا يا منفعة شيء قاية لقدنا يا صادرت ضابط كسو حوي شيء كستا ومرك إلا استعماله من فعليسا الله فيه سوى عباق نغانيا بإجارة جيني كرا لكن شيء كستا وهذه إلا استعماله عن باق نغاني إجارة مجيني كرا سيدا شمعي وحي لم يتكوكال هذه الاستعماشين وبابايا وعقد مرك وحي الشيخ على منفعة وهي شيء هو شيء نيوه شيء انتفاعي سيا منافع نيسا مقصودة معلومة قابلة للبدل منفعة وحا شرطية إن تاي منفعة مقصودة وحا خب حيا وحي منافعة والمقصودة هين وحيا بها ما لا يعني قا ومعنها الهين وخله سيدا امتلا ذا الشيخ ولو كان دوره إن ذا حيا بها سكرت له منفعة كهلية للدلال كشيء ليجي ليه سأيان للدلال كيسا كري سنيا وح منفعة وكشو قلي سنيا سنجرين منفعة وح على خبائن معلومات هاي هو شيء اللي يقال نايت هاي صدرت وضرب من العقود وبيع كمدة إجارة وح شرط هو شروط بيع شيء وينه شيء معلومة يعني من جولة دنيا هاي مقليه قابلة للبدل منافع واحد ترى أنا سين كل وقف بسوي خاص ويا كل هاي إلى هاي وسيجي كل يجيب الله مثلا قال إنه بعد كلاس يلوم مثل قلي منافع ذا لما إيجار يدنا ومنافع ذا بدل كجيل كرتا الله كلا قادم كرام والإباحة بعوض المعلوم ومن فعل وح شرط يا إن أيضا المنفعة أي تاي مباح لكن هذا يسوي مباح هاي أو شيء محرم أو يهاي منافع ليس الله وباهنا وإن تبدل فقادتها وإجارتها هي كميتها عقود المعاوضة حوالك اللي بدلنا إياه هذو منفعة ما كان خشينا إياه هذو نوح حيسينا إساء شيء كلاو العين إياه وهو حكوك اللي بدلنا إياه وحباب كان أصل رؤية أدله قوله تعالى فإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهن إلهي سبحانه وتعالى وحول هواك هذه المهيدين مجيان وجلذي أيضا كل هاي نهال السيو مرحوة إجارة سيدة أكله رسولك صلى الله عليه وسلم
ficilkiisii ayuu ku sameeyey oo isaga ayaa u xijaartay nebigu salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh, waana iqraariyey. Waana masaa'ilka mujmaca ay ijaaradu inay bannaan tahay waa shay mujmaca oo culimmada islaamka oo dhan ku ijmaaceen. Xikmadda iyo danta laga leeyahay baahi ayaa keentay. Caqdigan ijaaradu wuxuu ka mid ahaa cuquudda, haddii la fiiriyo shuruudda mucaamalaadka loogu talagalay, xuquudda mamnuuca ayuu soo geli lahaa. Maxaa yeelay isaga dhan baa wuxuu ku dhisan yahay shay macduuma oo aan weli gacanta lagu hayn. waxyaabaha macduumka ahna in mucaawadaadka lagu kala qaato mamnuuc bay ahaayeen. manfaco aan lahayn oo la heli doono, in la helayo in kalena ilaahay uu ogyahay, baa waxaa lagu kala qaadanayaa xoolo. baahi jirta darteed ayaa marka loo baneeyey. bal wuxuu leeyahay ibnu mulaqin, min baabi daruuriyaad bay soo gelaysaa. maxaa yeelay qof bini aadama, dadka dhammaantood guryo ay leeyihiin ma heli karaan, guryo u baahan yihiin. baahidaa marka in la daboolo waa lagu qasban yahay. guri baa hal sana lagaa ijaarayaa, halkaas sano weli ma aadan intifaacsanin. inaad imanayso guri oo aadan intifaacsaninna war looma hayo. haddana saasay tahay, sharcigu waa ogolaaday. maxaa yeelay waa cuquudda baahida badan dadku ay u hayso. wuxuu yihi sheekhu raximahullah, sharduhumaa, mu-ajirkii iyo mustaajirkii buu ujeedaaya, ka baayicin ka shardi baayicin, baayic shardigii oo kale weeye, wa mushtarin ka shardi mushtarin, ninka mushtariga shardigiisii oo kale waay. wuxuu bilaabay inuu hore u galo ijaaradii axkaamteedii. wuxuu ka bilaabay arkaanulijaara, ijaarada arkaanteedu sida cuquudda kaleba caadiga ay ahaayeen, waa siiqatu lcaqdi iyo maxallu lcaqdi iyo caaqidaan, labada qof oo wax kala gadanaya iyo waxaa la kala gadanayo oo la kala ijaaranayo, iyo siiqada la adeegsanayo qaabka loo kala ijaaranayo, saddexdaas ayuu ka koobanya caqdi kasta. haddaad aragtid marmar lagu yihahdo ama lix rukni weeye ama shan iyo laleehay, saddexdii qaybo ka mid a la masdinaya ama waa la wada masdinaya. caaqidaanku marka waa laba qof, waa labada qof oo wax isweydaarsanaya. ninka ijaaranaya shayga mu-ajir baa la dhahaa, guriga iska leh, ama wakiilka ah, ama weliga ah, ama wasiga ah, mu-ajir baa leeyahay, isaga wax ijaaraya. ninka kaleo wax soo ijaaranayana mustaajir baa la dhahaa. labadoodaa shuruudda looga baahan yahay waa shuruuddii beeca looga baahnaa buy, waxbaa isugu weyne. beeca shuruuddeeda horaan usoo marnay, waxaa shardi ahaa qofku inuu yahay baaliq, caaqil, rashiid, gayru maxjuur, basiirna waa lagu daraa shaaficiyada. laakiin waxaa mutafaq ah inuu qofku yahay qof baaliq ah, caaqil ah, rashiid ah, gayru maxjuur ah. ilmo yaroo sabi ah, xoolihiisana looma dhiibo, xoolo kalena ma galo, majnuunna waa la mid, safiihna waa la mid. kulligood waa inay kasoo hadalay inaan loo ogolayn xoolaha in loo dhiibo, raggaasoo dhan. maxjuurkana kuwiisii baaba laga qaaday, kuwa kale iska daa. wa sharduhumaa, wuxuu yihi labada qof oo caaqideynka ah ijaarada shardiga looga baahan yahay, ka baa'icin, ka shardi baa'icin, shuruudii baayica looga baahnaa, iyo wa mushtarin, shuruuddii mushtariga looga baahnaa, shuruudda ayaa laga rabaa. wasiiqa, ruknigii labaad buu galay. labadooda shardigooda waa soo koobay, maadaama oo beec ku celiyey, beec baa wax lagu soo tafsiiliyey, xaggaasaa loogu noqonayaa. ruknigii labaad wuxuu yihi wasiiqatu lcaqdi, caqdigan la yidhaahdo ijaarada oo heshiiskan la gelayo ijaarada ah, qaabka loo gelaya muxuu yahay. wuxuu yihi wasiiqatu, siiqada ijaaradu, aajartuka weeye, waa khabarkeedii waay, waxaan kaa ijaarayaa haadaa shaygan, aw amase akraytuka, waa kaa kireeyey shaygaanaan kaa kireeyey, aw amase mallaktuka, waan ku mulkisiiyey, manaaficahu, shaygan manfacadiisii. lafihii waa ka reebayaa, maxaa yeelay caqdigan oo dhan baa manaafic ku dhacaya. manfacadii shayga ayaan ku mulkisiiyey, sanatan hal sano, bikadaa $1,000 baan kugu mulkisiiyey. gurigan manfacadiisii baan hal sano ku mulkisiiyey, $1,000 baana kugu mulkisiiyey. lafihii guriga marka adaa iska leh, lafihii ma adan bixinayada. fayaquulu, wuxuu odhanayaa ninkii kale oo mustaajirka ahaa, isla markiiba wuxuu odhanayaa qabiltu, waan aqbalay.
أو أمس وحورانيا استأجرت وان إجارتي أو وحورانيا اقتريت وان كريستي وإنه مركي ويسوون الجواب دنك دقا أولي ما دو إلى هذا وان أقبالي وحديث وشيز أما أولا وكا كريستي أما أولا وكا إجارتي أريضا وأريض صريح قوة يباب لكن وروا حرصة شيئا الفاظ دمية شرط يا عقودة بسؤولة شيدة هي معناها أي الله في رنية وحنسور رجحني في باب المعاضات مركن كاد إني في البيع إني راجح تاي إن معاني ذا الله في رنية يا الفاظ ذا الله في رنية كاس أي رجع محققين تو شافعية ذا إمام بغوي كمدي إمام النووي رجع لميت كا محققين تا كأي رجحين وشافعية ذا سجى أي أنا راجح محيي لكن لفظ لقد واجب كتاب نقوم شو أروري سنة نقوم شو أروري إجماع نقوم شو أروري صدق راضون من نقوم شو أروري استعمال في أمة الإسلام كنا نقوم شو أروري وإلا هذا إلا ما أنت رسولك صلى الله عليه وسلم صوص عري والله صوت دري دتك وحيك لجذني رجاء أديك سنة واحدة هي الله ما هي دتك سري روان بيحوك لجذني أنا في عاشو عالية صادرت الواسيد هروك له لفظ الشرط معها لكن وحكم السنة عشر فوق مذهب جديد كإمام الشافعي هي وحكم السنة في المذهب راجحة إن لفظ لا يكسده وحامر خلا الرباب الوثيقة ثيقة العقد أجرتك هذا شيء أنا كإجاري أو أقريتك أما وكاكري أو ملكت منافع ملكتك منافع منفعلي سيأكم الملكسية سنة هل سنة بكذا أنت سأكون الملكسية فيقول على الفور سيدك دغنيكي كلو دورانيا قبلت وانا اقبلي او استاجرت وانا اجارتي او اقتريت وانا كريستي لوضع سيقا وحالك لهذا لوضع ارمون ايجاب يا قبول مد كهراء وكا اجاري اهو ايجاب كان ضمبنا قبول بلينا والاصح قول كوحولي الصحيحة ووجهك الصحيحة عند الشافعية إن عقادها عقاد الإجارة إجارة إن يكون منتميسه أي أصحه بقوله هذا الكهو إلى ذو إنك مؤجر كأجرتك وانك إجاري منفعتها منفعة قولك أي انك إجاري وروح نوصل شغلني أي ذو معينة إنه يقولك أنك إجاري هدو إلى هذا قولك منفعة سنك إجاري من الأقول يها والأقول يها مسألة حقوق لسانت هاي مركي الفاضي أنا أليك سنو لكن مركي أنا لهنا معاني الله فيرنا يان والعبرة في العقود المعاني للمباني مرك الله وضح أنا قولك أنا سقى والأصح وجه الصح ذا إن عقادها إن عقاد الإجارة إجارة ذي منتمي سايا صحة بقوله قولك أو إلى ذنك لهذا مؤجرك أجرتك وانك إجاري منفعتها منفعة قولية وحكسه جذا قولك كرارا ما أنصحيه حيا للفرق للإجارة وضع مضافا إلى العين دائما وإنه لا شعر شيء أو مارتي الإجارية أجرتك هذه الداب وحكا إجاري دابدا وحكا إجاري قولقا وحكا إجاري مارتي قولقا وإنه وحي لا شعر الله تيري الله إضافي لكن كل شيء سوى ميمان قولك وريانا مذهب كراجحة وهي قسمان واردة على عين وواردة على ذمة وعلى الشيخ رحمه الله إجارة وعلم النوع إجارة ترد على الأعيان هي إجارة ترد على الذمة بيع وحن رأس الشيخ مي إنه لو أقيب سمع بيوع على الأعيان هي بيوع واردة على الذمة أغلب بيعه على الأعيان بوها وحالك لقدان هي شيء عادي أكون موضع أما كان مغنادي وحنصور شيء من إني بناتها يبيعه على الدمم وبيعه السلم بوها وشيء أن شوقين وأن لهين ومعدومة بلغا قضية لكن بذمة شخصي هبل بقى مسؤولية دا قاضية ميش الرواحة كتكيانا وحبيني قبقيني بيع وحلا بيوع الدم بالمها إجارة نسيدي أوكله فاسي أعيان بأهين أعيانتي وحنو قيمني مركا
wax dimam ah iyo wax cayn ah. Ijaarada manaafic baa hadda gelaynaa. Manaaficduna waa sidii oo kale, waa manaafic cala dimam ah iyo manaafic acyaana. Maxaa looga jeedaa manaaficda cala acyaan? Waxaa loo jeedaa gurigan ayaan kaa ijaarayaa. Manaaficda cala dimamna waxaa loo jeedaa waxaan kaa ijaarayaa baabuur noocaas iyo noocaas iyo noocaas iyo noocaasa. Baabuurkii qofkii ma arag, adiguna ma haysi, laakiin waxaad siisay sifaadkii uu lahaa baad siisay. Baabuurkaas adi lagaa rabaa inaad keentid, ama qof kale ka soo ijaaro, ama midaa adigu lahayd keen, ama haddeer soo gal, waxba nagama gelin. Adiga dimadaada ayaad ku qaaday mas-uuliyadda, xilka adaa ku saaran yahay. Wahiya ijaaradii qismaani laba qaybood weyn. Waaridatun, ijaaro ku dhacaysa, calaa caynin, cayn bay ku dhacaysaa oo caqdigu cayn ayaa la kala iibsanayaa. Ka ijaarati alcaqaar, guryaha ijaaradoodii weebayaan, guryuhu iyagu ma noqdaan cala dimam. Maxaa yeelay guryaha iyo dhulka iyo waxyaabaha manguurtada ah sidiisaba dimada ma galo, fi salam iyo fi lijaara midnaba. Waxyaabaha manquurka ayaa dimada gala. Wadaabatin iyo daabad mucayan ah, baabuurkan aan kaa ijaarayaa baa tidhi, aw shaksin shaksi baa tidhi, mucayanayni daabadda iyo shaksigaad u celinaysaa. Daabad aw amase shaksin, kuwaasoo mucayanayni labaduba mucayan yihiin. Ijaarada muusan gurigii soo gelinin, gurigii ma dhihin, isagu mucayan waa inuu yahay. Maxaa yeele waxaan idhi caqaaraadku sidoodaba dima maba fuulaanba, sidoodaba mana noqdaan fidimam caqaaraadku. Idan labadan dambe oo daabaddii iyo shaksigii ah baa marra waxay noqonayaan acyaan waxa lagaa ijaarayo, marra waxay noqonayaan cala dima. Saa darteed buu wuxuu yidhi wadaabatin daabad aw amase shaksin ama qof, kuwaasoo mucayanayni mucayanhoo loo jeedo kuu muuqa. Waxaad tidhi baabuurkanaan kaa ijaaray, baabuurkan baabuur mucayana waa loo jeedaa, isaga ayay ijaaradu ku dhacaysaa. Hadduu isagii xumaado shil galo, caqdigaas waa fasahaadaya. Maxaa yeele cayntii la kala ijaartay waa fasahaaday, caqdiguna cayntuu ku xidhnaa. Cayntii mar hadday baabaaday, caqdigiina waa burayaa. Waxaa tidhi addoonkanaan kaa ijaaray inuu kuu shaqeeyo muddadaas, addoonkii baa dhintay, ijaaradii waa baaba'aysa. Waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin cuquudul acyaan iyo cuquudu dimam. Cuquudu dimam, ashyaadii la rabay in lagaa galo ama lagaa ijaaro hadday baaba'do ama dhimato, cabdigu sidiisii ku taagnaanaya. Maxaa yeele cabdigu marka horeba shayga caynta ama saarnayn, qofkan dimadiisu saarnaa oo mas-uuliyaddu qofkay ahayd. Laakiin cuquudul acyaan, haddii shaygii uu dhinto oo meesha ka baxo, caqdigi waa buraya. Maxaa yeele caqdiga wuxuu saarnaa shayga laftiisu saarnaa, shaygiina meesha ka baxay, caqdigiina waa raacaya. Cuquuddaa marka wuxuu yidhi acyaanta haddii lagaa kireeyo, kuwaasoo mucayanayn mucayana wa cala dimmati alqismu athani, qismiga labaad waa ijaaratu waaridatun cala dhimma, waa ijaaro oo ku dhacaysa dhimmatu shakhsi, qofka dhimadiisa ayay ku dhacaysaa. Yacni isagaa mas-uuliyadda qaadaya inuu shaygan kaa kireeyo, meeshuu rabo shaygan ka keeno, mawasafaadkana uu sheegayaa. Ka istijaar wuxuu yidhi daabatin, daabad baaba lagaa ijaartay, daabaddaasoo mawsuufatin la sifeeyey oo mawasafaadkeeda oo dhan la sheegay. Waxaa la yidhi baabuur ayaa lagaa ijaarayaa. Baabuurka noociisu waa Toyota, waa Lankuruusel, waa nooca hebel la dhaho Lankuruuselada, wixii oo dhan baa lagu sifeeyey. Baabuurkan qofka isagaa laga rabaa meeshu rabaa ka keene inuu kuu keeno baabuurkaas. Wabian yulzima wuxuu yidhi dhimata, waaba inuu dhimadiisa ilzaamiyo, khiyaadata tolid aw amase binaa'an dhismo. Cuquudul waxaan ku jiraa weli dimam, ijaaradii dimada ahayd. Qofba wuxuu ku yidhi waxaan kuu tolayaa mara noocaas iyo noocaa iyo noocaa iyo noocaas. Marka shaqada inuu qabto isagaa iltizaamay, maradiina muwaasafaadkeedii buu ku siiyey. Inuu isagu tolo shardi maaha, ama isagu ha tolo, nin kale ha tolo, ciddu rabta ha tosho, annaga waxaan ka rabnaa maradii oo muwaasafaadkaa leh. Aw binaa'in daarin, waxaan kuu dhisayaa guriguri muwaasafaadkiisu noocaa iyo noocaa iyo noocaa iyo noocaa iyo noocaa ay yihiin.
kunturaad baa siisay, lacagtiina waa u qadintay, ama asagu ha dhiso ama injineer kale ha u diro, meeshuu rabaa ka keena guri dhismihii mawaasafaadkii leh baa laga rabaa. وبأن يلزم وحول وإن كل لازميه ذمة وذمذي سخياضة ثوب مرئن أطلع أو بناء دار أما برئ لسبع ولو قال هدو إلى هذا استأجرتك وانك إجارتي لعمل كذا وحائنا ذي قبتي فإجارة عين إجارة عين وين وقيل وحالين ما إجارة ذمة إجارة ذمة واي قف أيها وحاقوت لي هم لو أنا قاعد إيه شغال نساء وحن إيه قوان نساء شغال عص شغالي مركو شغال مواصفات لي لكن قف الله الله يسيد أو إجارتي وقف معين ورد هذا شو الله هذا لي سلخ ضابيس مرخم إجارة الدمن بانجلينا مثل إجارة الأعيان قولك مذهب كحولاه ما هو إجارة الأعيان هاي لغفك والله الله يسا وذو شيء ذا سنع أيها الله حساب طم يسا قولك كلنا وحولاه ما هي إن كان الله اللي سيقو مقصود معها مقصود هو واحد الله سمعيني يضنبه شيء الله سمعيني يضنبنا وشيء مواصفات له مواصفات كيسيب مسؤولية ديريقة هذا يسوي سادرت هو إجارة الدمن ولو قال هذا إلى هذا استأجرتك لي هو أنك إجارتي لتعمل كذا أرنت هنا لي سميسي أي أنك إجارتي فإجارة عين وإجارة عين واي محايا لي للإضافة إلى المخاطب لنك أن الله الله يو أي أوركي لوتي لي سجل وكورتي أغني هو الله يسان وقيل وحالي ما إجارة ذمة وإجارة ذمة أو عقود ذمم أي كمتهاي لأن المقصود حصول العمل من جهة المخاطب دنت على نهاية شقلا إن لقبتهم بمهم هي وقف كان حقي سلاجة قطيع دوك العدك الأدر سنكرا ويشترط في إجارة ذمة تسليم الأجرة في المجلس مركو لبدي نوع أو إجارة هاي نوع كلا شيء يوحى ربع نوع والبشروطة اللغة بعيا هذرين وقدرة وحول إجارة لها إجارة الدمم وحا شرطها تسليم رأس المال في مجلس العقد ويشترط وحال شرطها في إجارة الدمم إجارة الدمم ذا حروك لقضان أيوه تسليم الأجرة أجرة رأس مالك إن وحول إلا قدمه في المجلس في مجلس العقد ميشا وحروك لقضان أيوه سببت وامحي سببت وحوية عقد و عقود الذمم حكمتها عقود ذمه حديئا الى هنا مركا وحي منفعه اها وشيء مقن لو ما نجيده لما نهايه مواصفات كيس كليا هاي الناس يفوي يقولها اذا منفعتي و دين و دين بكم مقطع حدان الى هنا خرج كي كلو لو قدي لها اما لعق هذا ما واخ كلها هذا أسجل الدين بنا قنا يا وقف كلا الدين مدي اسم صارنا ليا وحالك كسو بحيا دين إن دين لغو قلا ذم ذم لغو قلا عقود ممنوع عينك كمتاعي عقود الدمم بالدمم أما عقد بيع دين بدين وممنوع حيا لرسول كيان هي صلوات الله وسلامه عليه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالي بالكالي وحلو فصري بيع الدين بالدين لبدي إن إلا شكو قضاء ممنوع ويبحي إلي لبدي قف متكون دقع عن تحكم هاي أف مرن بالك على قضية وأنا وحيا بهذا عالم في كفعين بنوك عالم في كفعين وحواي شرع ومؤم قال مركا أف مرن إن ما تدلك على قضاء وما يهل وريه قول لي وفا إذني هذا وحيا بقع عنكو هاي دي لما أقضى وحالا خبا على الشيء قهدو دي مي هاي لبدا الشيء متكون ونقضى متك كلانا على هاي سلمك إيا مركا عقدي عن إجارة لبضا ضبا وحا واجب ما دام شيء إلا قادر لها ودينك مقيها منفعاتي أما عينتي لعقتك إلا سيقة دماء يا واجبة
لكن بيع عادي اه مركي علاقتي اقادتي لعكت اي الدين لقد دقيا لعكت ومغنان ايسان إلا بضوضة بكاش لقد دقانا وقال لأبوليا وحال الديدة يا لبضوضة مين الدين نقضان لبضوضة طرف ميضم وين الدين نقضان عقود ديما مركي وحا واجبة ضرفك أما منفعة أما عينت لقضان ايا إن الدين تهي وابا واجبة محايا لديما ذا وحلوق قضيا سادرت أي وحو يلي ويشترط في إجارة ذمة تسليم الأجرة أجرة في مجلس العقد لو سلم أي واجب كرأس المال في السلم في السلم في أوكلاء وإجارة العين إجارة عينك لا يشترط ذلك فيها أيضا هو شاء الله ما بعنا حي العين إذا تاجنوا عقد يدق دعيا ذمكم دعيا وإجارة العين إجارة عينك لا يشترط ذلك تقديمك لو ما بعنا فيها في إجارة العين إن العقد له هرمريو ما لو بعنا ويجوز فيها وحبنا التعجيل إن لددتي العقد وبنانتها والتأجيل إن دي بلور دي كانوا يبنانتها إن كانت هديتها في الذمة هدي العقد إن دي ماذا نقنش ما دام من فعلي لك الإجارنا يا حاضر تهاي الله هيو ولو تشيرو العقد الله بحنا يوم إن هدي اللي قدمنا ولا أقوليه إن العك هديب لور دكانا ولا أقوليه لكن مركز ديب لور دكان يوم قارمة وبشرط إن اللي ما قف سعرتها وقف اللي قلها هاي شفتها هذا عيل اللي قلها هاي سنتين ده حلو لما كلا كلام بقى وإذا أغلقت هدي لا إسكا إطلاقه أو حب ولا شيء من قرية وكا إجابت العك تنا واتن هو مدهن قرية أنا كا إجابت العك تنا لبا أسبوع كدي بنكو كينيا وإجارة ذمة أمريكا لنا عام وحين نقول إسا العكت بها ذمة عين تلو أكوة جوكتا مرئي هنا يلانا إيه وحالا يقولوا وكا إجارت هيا وكا إجارت وكا إجارت وكا إجارت هيا إجارت ذي العكت ما هذا بحين إسا مبهربة بحين إسا سيح على ذي ذويها حكم كيدو وقو أن يهي أمريكا حد دير بالعكت الله بحين إياه مرضو مضلق إياه حايا لأصل كمركي وحلك لقضانا يا محلك الإشارنا يا مدين با أصل يا محلك لدين سيدم يسيئ وحا كاش لك لقاته ما يأصل وحا كاش لك لقاته مرضو مضلغ يا هاي كاش با لقاره با ذات لها الدين بها هاي ملقا يالي وإن أطلقت وحو إذا أطلقت الدين وحو يلي عقد قيل لإطلاق سيقضي وان وحبال لقو قيدين تعجلت لعقد وسودك دقيسا ومركيبا وحا ملكين اياه نكي وعرابت إجارة إسكالها وملك المؤجر بنفس العقد عقد يالفتي سيكون ملكين يا مركيبا وإن كانت هديتها معينة ملكت في الحال وإن كانت هديتها وحجري أجردي معينة من معينة ملكت ولا ملكين يا العقد في الحال إسلام إجارة ما نجد في الحال إسلام مركيبا قولي ما كان هو كإجاري وقفك كلنا ومنوان إجارتي من الشيء قابك العقد الله بحنية ساعد هذا منفعة ذينا وحايا لنا إياه نكي قرق إجارتي العقدي قرق لقو إجاري لهانا وحايا لنا إياه نكي قرق لها نكي قرق لها ملك حق أولا إنك العقدي ذي صادق أن حق أولا إينا تقرق إياه قبح لابدين عقدي وادعي الشيسك وادعي وحق والبوادعي وحي قبضك أول كانوا أسوى ماشي هذا ويشترض وحى الله شرطيا كون الأجرة معلومة ولي وحن كترنا شروطي إجارة معينك إجارة مكة معينك هاي وحى شروطي هذا كمذا كون الأجرة معلومة أجرة وأين معلومة هاي تنذي ماذا شرطك ولو ذاكتا حي الإجارة أولا شيء منفعة وأين معلوم هاي العكت الوه الشيئين وين معلوم طاي شرع مره وين لسق قبضه ويشترط وحل شرطيا كون الأجرة معلومة وين العقد معلوم طاي سيدا بيع عبا مركان وحك لقذنا إنه العقد أي معلوم فهو طاي أبا هريرة وحده رضي الله عنه حديث ورنا يا إمام البيهقي نشأت يتيما وهاجرت مسكينا وكنت أجيرا لابن عفان وابنة غزوان على طعام ببطني وحوي أبوريري أجير أي وحان وأهان شري قوار راس يدنكاس
ilmo yaroo agoonmo iska miskiin ayaan ahaa, waxaana ijaaradeedu ay ahayd caloosheeda muugeed, waxa caloosheeda buuxiya intaas ijaaradeeda. Yani ijaaradiisu waxay ahayd in cuntadiisa la siiyo, hawshiisana uu qaato. Inkastoo calaa khilaaf uu ku jiro, ma lagu heshiin karaa waxaas. Falaa tasixu, marka ma ansaxayso bilcimraan, falaa tasixu lijaara, ijaara ma ansaxayso bilcimraani, guriga hala dhisaa iyo walcalfi iyo xoolaha calafa la siiyaa, walaa liyasluq, inuu neefkii haragga ka siibo, ayadana ijaara ma noqonayso biljaldi, haragga loo siiyo. Wayadxan, walaa biijaarati axaan, ninkii wax shiidi jiray asna in lagula heshiiyo. Yadxan bibacdi daqiiq, daqiiqda uu shiidaya qayb ka mida inuu isaguna ku qaato oo ijaarto, ayadana lama ogola. Aw binukhaalati, ama wixii buunshaha ahaa. Halkaan ijaaradii waxaan soo sheegnay inay ijaaradu macluum tahay, oo loo baahan yahay shayga ijaarada inuu macluum yahay. Wixii aan macluum ahayn buu markii amhilo sheekhu ka keenay. Shay kasta oo aan macluum ahayn oo labada darafba waadix aanu ahayn, ijaaradiisa lama ogola. Wuxuu yidhi marka sheekhu, saa darteed waxaan bannaanayn inaad tidhaahdid aajartuka haadihi daar, gurigaan ayaan kaa ijaaray, bilcimaarati, inaad guriga dhistid. Gurigu wuxuu u baahan yahay shaqo in laga qabto oo la dayactiro. Markii gurigana waa kaa ijaaray, ujraduna waa dayactir waay. Haddaad dayactir, imisaa ku baxay? Simiyaan naqaanaa, ma $100 baa, ma $500 baa, ma $20,000 baa, ma $10,000 baa, lama yaqaan. Sheekh majhuul weeye, ansixi maayo cabdigaas. Waxaa la rabaa guriga waa kaa ijaaray, $2,000 baan kaagiga ijaaray. Wakiil ka dhiga marka haddaanu kaa tiraada $2,000 igu dayactir intay gaadho. Laakiin inaad tiraad dayactir baa wuxuu yahay guriga ijaaradiisii ma lagaa yeelay, maxaa yeelay dayactir lama yaqaan waxa ku baxaya. Sidoo kale waxaan la ogolayn aajartuka haadihi daaba, neefkan geela ah awkaan baan kaa ijaaray, inaad raratid bilcalfi. Laakiin awka waa inaad calaf cunaa siisaa. Awka calaf ku cunaya lama yaqaan, ma shankiisba, ma laba kintaalba, ma haafba, muxuu yahay lama yaqaan, waa majhuul. Saa darteed ujradaana lama ogola. Sababta diidaysa keliya waxa weeyaan shaygii waan macluum ahayn, ee maaha calafkii cimaarada in sidooda loo diidan yahay. Walaa wuxuu ihi yasluxu aw yasix, ma ansaxayso iyadana aajartuka biljaldi, haragaan ayaan kuugu ijaaray neefka haragiisa, liyasluxa, si uu neefkii haragga uga bixiyo. Waxaan ku ihi neefkan ariga ah ii qab, adigana khidmadaadi waxaan kuu siinayaa, haragaan khidmada kuu siinayaa. Oo haraggu macluum weeye, maxaa loo diidayaa? Maya haraggu macluum ma aho, haraggu waa kala weyn yahay. Midda labaad waa kala qaro weyn yahay, waa kala nawciyad duwan yahay. Marka haragga la siibo, markaasaa qiimihiisa la ogaanayaa nawciyadiisa. Waa majhuul marka, maadaama majhuul yahay lama ogola isagana. Neefka qofkan kuu qalo, iska bixi ujradaada adugu, haraggaagana adugu gado. Wayadxana bibacdi daqiiq, nin daxaan oo alaabta shiidaya ayaa u timid, raashinka waxaan tiri raashinka waxaan rabaa iishiid. Markaa iishiidid, qayb raashinkaa shiidaysa ka mid a baan ku siinayaa, oo qaybtaa isiinaysa waa imisa? Ma kiila, ma laba kiila, ma shan kiila, maxay tahay? Lama yaqaan, lagaa yeeli maayo, waa majhuul waay. Maya waxaan ku siinayaa buunshaha ka soo baxa marka la shiido. Buunshaha ka soo baxaya miya la yaqaanaa? Ma kiilu noqonayaa, ma toban kiilu noqonayaa? Lama yaqaan, midna lagaa yeeli maayo. Wayadxana bibacdi daqiiq aw binukhaalati, ama waxaa buunshaha qashinku ka soo baxaya raajinka ka soo hadhay. Walow istaajarahaa, haddii uu ijaarto qof haweena, liturdica, inay nuujiso, raqiiqan adoon, bibacdihi bacdi adoon raqiiq, adoonkaa badhkiina ay ku nuujiso, filxaali, isla markiina ay la wareegayso, jaaza, waa bannaan tahay, cala saxiixi qowlka saxiixa. Adoon yar oo naas nuuga ayuu ninkii soo helay. Adoonkii markii la soo siiyey wuxuu u baahday cid nuujisa, lacagna ma hayso. Gabadhu wuxuu yidhi adoonkan ii nuuji, shirkaynuna ku nahay adoonkan, qaybna adigaa leh, qaybna anigaa leh. Ma la ogol yahay? Hawaa la ogol yahay, maxaa yeelay adoonku macluum waaye, cunugan waa la yaqaanaa qiimihiisa,
wuxuu joogaa lix kun buu joogaa, saddexna gabadhaale, saddexna adaa iskale. Caanaheedana waa la yaqaanaa, inkastoo aysan iyada bidabni aan loo aqoon, laakiin haddana waa mimaa yutasaamax fii sharci, maxaa yeelay qabni waxaa jira sharciga mutasaamixa oo la ogol yahay. Sharciga ayaana inoo iqraariyey in la ijaaran karo caanaha haweenta nuugmada, faatuuhunna ujuurahunna. Waa kan haddeer soo maraynay, gabadhii markii ilmihii ay nuujiso, fain ardacna lakum faatuuhunna ujuurahunna, hadday idiin nuujiyaan ujradooda ha la siiyo. Ujradii marka waxaa tiri, waxaan kaaga dhigayaa ilmahan kalabadhkii. Kalabadhkiina waa la yaqaana, macluum waay, waa saxiix weeye. Marka jaaza cala saxiix, qowlka saxiixa. Wuxuu yidhi sheekh, waxaan uga qiyaas qaadan karnaa, waa inagii soo marray musaaqaadkii, laba nin oo shirka ah, haddii lagu heshiiyo qaybtayda iiga shaqee, khidmadana waxaan ku siinayaa nisba, ayaan ku siinayaa qaybtaada iyo tayada labadaba ka shaqee adun. Ilmahaana waxa weeye shirkay ku yihiin labadood, gabadhii baana nuujinayso, shaqadii qabanaysa nisbadeedina waa la siinayaa. Walow wuxuu yidhi istaajarahaa, hadduu ijaarto haween liturdica, inay nuujiso raqiiqan, ilmo yaroo addoona, bibacdihi, ilmaha qaybtii ayay ku nuujinaysaa, filxaali, isla markaasaana lagu wareejinayaa. Yacni bacdiga markiiba waa loo cayimaya, waxaa laleeyahay waa qaybtaas weeye. Jaaza cala saxiix, qowlka saxiixa waa ay bannaan tahay. Qowlka kale wuxuu ku diidan yahay, wuxuu leeyahay laa yajuus, maxaa yeelay waxaa ka dhalanaysaa qofka shaqada uu qabanayo in loo ijaaro, lagu ijaarto camalul ajiir. Waxaa la rabaa shay khaasa oo la yaqaan inuu yahay, laakiin halka shaygaa hadda wax la yaqaan ma aha. Oo ilmahan bacdigiisa gadaal baad ka qadari doontaa, qadarkaana weli ma dhicin. Marka lama yaqaan, majhuul buu dhinaca ka noqonayaa. Laakiin filxaali, mar haddaan idhi haddeera wax la kala gadanayaa, majlisa caqdiga intii la joogana waa la ogolyahay wixii jahaalo fii majlisi caqdi dhaca, maxaa yeelay majliskaa lagu saxayaa. wayushtaradu waxaa la shardiyaa kownu lmanfacati, manfacada shayga la ijaaranayo, mutaqawama, mid qiimo leh inay tahay. Shayga manfacada oo ay siinaysay waa inuu yahay sheekh suuqa qiimo ku leh, oo la qiimayn karo, oo la dhihi karo boqol buu joogaa, kun buu joogaa, intaasuu joogaa. Hadduusan qiimaba lahayn ka waran, oo suuqa qiimo ku lahayn, falaa tasixu ijaaratu maa laa qiimata leh, waxaan qiimo lahayn ijaaradiisu ma ansaxayso. kadibna wuxuu sheekhu amhilo ayuu keenayaa. falaa yasixu, marka ma ansaxayo, isti'jaaru bayaac, nin wax iibiya, in la ijaarto, calaa kelimatin, eray uu dhahayo iyo weedh, taasoo laa tutcib, aan wax dhiba u geysanayna qofkan, wa in raajat isilca, badeecadiiba suuqigeyn ha u noqotee. ninkii wuxuu yidhi, waa ku ijaaranayaa hebelow, waxaan kaa codsanayaa maanta hal mar, waxaa ii tidhaahdaa hebel alaabtiisu waa standard caalami ah, bas intaa ii dhe. ayumse ugu ijaaranaysa, waxaan kugu ijaaranayaa $1,000. ninka waa soo baxay meeshii iyo suuqa, wuxuu yidhi hebel alaabtiisu waa standard caalami ah. kelimadaa miya wax tacaba lagala kulmayaa? Waa maya. kelimadaasoo kale wax qiimo ay leedahay lama arko. xataa hadday alaabadii ninkii uu suuq ku helo oo waa alaabtii maarata dad ay ka gataan, wax ictibaara male waxaas. laakiin hadduu yahay ka waran midkii oo qayli jiray, maanta halkaasaa taagnaanaysaa, maanta dhan alaabtaasaad baa ayaad waxaad sheegaysaa qiimaheeda. shay hebel intaasaan gadayna, hebel intaasaan gadayna, hebel intaasaan gadayna, hadba koobi uu cabaya. ninkaa naftaa ka baxday, ijaar uu leeyahay isagu, waa tacbay. ninkaas tacab baa ku dhacay. falaa yasixu, ma ansaxayo, isti'jaaru bayaac, nin wax gada, in la ijaarto, calaa kelimatin, hal kelimad oo yidhi, taasoo laa tutcibu nafsa, aan naftiisa wax dhib u keenayn, wa in raajat isilca, badeecadii suuq haba ku yeelatee. wakadaa waxaa la mida daraahima dirham iyo wadanaaniira danaaniir oo litasyiin qurux ah, wa kalbin ayd oo lisaydi ugaarsi ah. waxaa sida oo kale ah, hada cinda shaaficiya waay. waxaa sida oo kale ah, haddaad tidhaahdeed laba shilin oo qurux badan halkaa iisoo dhig, ama laba dirham dhah, ama dinaar dhahor, kadibna ujraan ku siinayaa dadkuna ha ii daawadaane, dadka alaabta iga gadanaya hadba daawanaye, aduu halkaa maalin kastana waxaad leedahay adiga nus shilin baan ku siinayaa ijaaraan.
ma lagaa yeeliyo, maxaa yeelay waxaan wax qiimo leh ma aha, lacag ahaan sidiisuu qiimo u leeyahay, laakiin in qurux uu noqdo oo dad wax ku gataan oo la ijaarto, wax la ijaarto oo nafci ama leh. Xataa hadday jiraan dad yar fiirfiirsan iyo soo gelaya, wax muctabara ma aha. Wakalbin lisayn ayga sidiisaba shaaficiyadu ma ogola, marka istixqaaq ma ahaane manaafic iyo beec iyo midna lama ogola. Marka maadaama oo wax mutaqawama uusan ahayn oo qiimo leh oo uusan ahayn wax noocaasa lama ogola, laakiin qowlka saxiixa masaladaa shaaficiyada waa lagaga xoog badan yahay. Ayagu waa nin shaqeeyo wey, haddii lagaa ijaaro oo ugaar usoo ijaaratay oo ma aragtay toban xabo ugaar kuusoo qabto oo haddana tobankii xabo sii gadi, lacag badan baa ka helaysaa. Marka ujaradiisa sheekh waa la ogol yahay, adigu ama waxaad tidhahdaa min baabi istixqaaq waay, ama waxaad tidhahdaa ujaradiisu waa bannaan tahay. Wakalbin ay oo lisaydi iyo lilxiraasati loogu talagalay fil asaxi, qowlka saxiixa wejiga asaxa waxaa ka soo horjeedaa weji kale oo asaxa oo odhanaya maya waa la ogol yahay. Kalbiga ilaa laa qiimata bay qoladan dhehen iyo manfaco male, qolada kale waxay leeyihiin manaafic bay leeyihiin oo manaafic badan bay leeyihiin, sidaa haddaba aan rajaxnay ayaga oo kale. wayushtaradu waxaa la shardiyaa kownu lmuajiri, ninka wax ijaaraya inuu yahay qaadiran mid awooda calaa tasliimihaa calaa tani la dhiibo. maxaalulcaqdigii shuruudiisii buu tirinayaa, maxaalulcaqdigii waa manfacada la kala ijaaranayo. marka manfacadaas shuruudii beec oo kalea laga rabaa, waxaa la rabaa inay manfaco qiimo tahay, qiimo leh oo nafci leh, waxaa la rabaa inay tahay manfaco oo macluuma, waxaa la rabaa manfaco oo mulkigaa ku jirta, manfaco maqduuru tasliima. hadduu marka gaabsan lahaa oo kalbeeci dhihi lahaa aad bay u fiicnaan lahayd oo inta kale uun ku dari lahaa sidii uu caaqideenkaba inoo sameeyey, laakiin wuxuu is yidhi sheekhu yaan halkan xoogaa lagu marganin. wa kownu lmuajir wuxuu yidhi waxaa kale oo shardi ah ninka mu-ajirka qaadiran inuu yahay mid awooda calaa tasliimihaa sida beecii oo kale, inuu awood wareejin karo xisan wa sharcan, sharciyanna waa inuu alaabtan wareejin karo, xisiyanna waa inuu shaygan wareejin karo. waa inaga beecana soo marnay alqudra cala tasliim, waxaa gadaysa waa inay awood u leedahay inaa wareejisa. falaa yasixu marka ma ansaxayo isti'jaaru aabiqin addoon baxsaday inaad ijaartid, wa maqsuubin baabuur lagaa dhacay inaad ijaartid, kabaycimaa labadooda eybkiiun bay lamid tahay. addoonkaagii oo baxsadayba oo adigu aadan gacan ku haynin yaa tiri waa kaa ijaaraya, de ani ayaa iga ijaartid baroorta adugu gacanta ku soo dhig, maba haysida maxaa iga ijaaraysaa, waa wax majhuula oo gaa'iba oo walaa yumkinu tasliimu. sidoo kale waxaa tiri baabuurkaagii oo lagaa dhacay baan kaa ijaarayaa, iyadana mamnuuc waay. allaahuma waa inagii filbeec soo reebnay masaa'il dhowraa laga soo reeba, masaa'ilka waxaa ka mid ah kii kaa dhacay laftiisii baa kaa ijaaranaya, markaasuu kale waa la ogolyahay, maxaa yeelay isagu gacanta ku hayaa oo tasliimkii loo baahnaa ma aragtay looma baahnoo meesha uu ka baxayaa isagaaba gacanta ku hayaba. ama nin isaga ka xoog badan oo la joogo oo ka awood badan yaa wuxuu ku waranaa waxaan xunkaa ka qaadanaye adigu igaga ijaar, isagana waa laga ijaaraya, maxaa yeelay qudradii adiga lagu diidana oo lalaama wareejin kartid nin la wareegayaa meesha yimid. aw amase wuxuu yidhi acmaa, falaa yasuxu istijaaru acmaa lilxifdi isagana, inaad nin indhoola tidhaahdid guriga iisii ilaali, bishiina waxaan ku siinayaa $100, muxuu kuu ilaaliyaa isagaaba indhalaabe isaga ujeeda wax la qaadanayo, yacni waa shay moogtahay wax ka suurtoobaya aan jirin. marka ninkan wax muxuu kugu wareejin karaa, muxuu kuu qaban karaa, awood uma leh inuu guriga ilaaliyo. aw amase wuxuu yidhi ardin liziraaca, ama waxaad tiri waxaan kaa ijaarayaa dhulkan in la beerto, laa maa'a lahaa daa'im, biyanaba male dhulkaani, dhul cidla ah oo hajada oo qarfaa oo wax biyo a lahayn, yaa waxaad tiri waan kaa ijaarayaa, waxaana kaaga ijaarayaa dhulkaa inaad beerid, oo maxaan ku beeraa dee isaguna biyo male, biyo meesha marayaana ma jiraan. walaa yakfiiha almadaru lmuctaad, roobka ku da'a dhulkaasina kuma filla dhulkaa in la beerto, dhulkaana lama ogola. xoolaha walaalkaa ma dulmi baa ku cunaysaa, maxaa ku cunaysaa adu waxaad gacanta kusiis ku wareejisay ma jiraan. laakiin ka waran haddaad tidhaahdid dhulkaan iga ijaar, ceel baan ka qodanayaa aniga ayaana beeranaya, marka waa lagaa ijaarayaa. maxaa yeelay alxukmu yaduuru maa cillatii wujuudan wacadaban, sababtaan ku diidanay maxay ahayd biyo la'aan, ninkaana isagaaba biyihiisii wataba,
dhulkaagana waa loo baahan yahay, waa ijaaraysaa markaa. Haddii roob fiican la helo, isagaa sheekhu soo noo soo wada iyada, wayajuusu waxaa bannaan, in kaana lahaa maaun daa'im, dhulku biyo hadduu leeyahay joogta ah waa bannaan yahay markaa in la ijaaro. Lixusuuli lmaqsuud, maxaa yeelay dantii laga lahaa waa laga helayaa, oo biyaha ayaa lagu sii daynayaa, kadibna waa la beeranayaa. Wakadaa waxaa la mid ah in kafaaha almadaru lmuctaad, haddii roobkii la yaqaanay oo ku dii jiray hadduu ku filaado ayadana waa la mid. Meeshaan dhul roob badan weeye, roobka yimaada beerta waa ku filan yahay sida caadada ah. Alcaada muxakama, marka curfiga iyo caadada jirtay ayaa wax ku kala gadanaynaa. Sanadkan hadday roob la'aan dhacda ka hor roobku yaraado, taasi hadda musiibo ummadda ku dhacda adiga la mid tahay, ummaddaad la mid tahay. Walghaalib walxaal alghaalib aw amase wuxuu yidhi aw amase maa uthuluuji lmujtamaca, ama waxaa la mid ah waxaa la helayaa maa uthuluuj, biyo barafa ayaa la helayaa, almujtamicati oo meesha ku urursan, meeshu biyo ma leh oo markaan biyo ma jiraan, laakiin baraf baa farfadhiya dhulkaana. Wax yar kadib barafkan wuu dhalaalayaa, biyuuna noqonayaa oo dhulkii ayaa lagu beerayaa, markaana waa la ogolyahay, maxaa yeelay mushkiladii laga baqayay waaba laga baxay. Walxaal alghaalibu xusuuluhaa, sida qaalibkaana waa inay tahay arrimahaasoo dhan in la helayo, fil asaxi, roobkii aan sheegnay iyo biyihii barafka ahaa iyo biyaha daa'imka ah, kulligood sida qaalibka hadday tahay in la helayo waa la ijaaranayaa. Maxaa yeelay alcibratu lilghaalibi lannaadir, laakiin ka warran sida qaalibka hadday tahay oo mana dhulkan inuu yahay, sida qaalibka dhulkan roobku waa ku yar yahay, sida qaalibka barafka meeshan yaalla maba dhalaalaba, markaan lama ogola. Maxaa yeelay labadaba dantii iyo maqsuudkii lalahaa meesha waa laga waayaya. Wayajuusu waxaa bannaan in kaana almaau lahaa daa'im maaun daa'im haddii jiraan, wakadaa waxaa la mid a in kafaaha almadaru lmuctaad, roobkii la yaqaanay oo joogtada ah hadduu isna ku filaado waa la mid, aw maau thuluuj ama biyihii barafka ayaa ku filan, almujtamicati meesha ku urursanaa. Walxaal alghaalibu xusuuluha, sida qaalibka ana in la helo weeye, fil asaxi wejiga saxdaa. Waxaa ka soo horjeeda weji kale oo odhanaya kulligood mamnuuc waaye, maxaa yeelay waxyaabahan oo dhan waa waxyaabo mashquuqa, waana waxyaaba macjuuso qofkuusan awoodin, saa darteed wax macjuuso qofka looma dirayo. Walimtinaacu sharciyi kalxisiyi falaa yasixu isticjaaru liqalcin fii sinin saxiixatin, wuxuu yihi sheekhu raximahullah, walimtinaac diidmadii asharciyi ee sharciga ahaa, kalxisiyi kii wuxuu lamid yahay xisiga ahaa ayuu lamid yahay, oo falaa yasixu ma ansaxayo isticjaarun qof inaad ijaaratid liqalci sinin saxiixa, ilig saxiixa inuu kaa soo bixiyo inaad u ijaaratid ma ansaxayo, walaa xaa'idin gabadh xayid qabtana inaad ijaaratid ma ansaxayso, likhidmati masjidin masaajid inay ka shaqayso. Wakadaa waxaa la mida mankuuxatin gabadh la qabana ma ijaaranaysid, liridaacin ilma inay kuu nujiso, aw gayrihi ama shaqo kaleba uma dirsanaysid, bigayri idni zawj odaygeedii hadduusan soo fasixin, fil asaxi wejiga saxda. Masaladana waxaan soo ka gelaynaa, waxaan soo sheegnay mawaanic xisiya inay jiraan, oo qofkii hadduu addoonkii maqan yahay, haddii la dhacay, haddii meeshii biyo la'aan jirto, waa wax wada maxsuus oo maanica, oo shaygii aniga manfacadii aad iga gadday oo maqsuudad ahay aana sinaba uga faa'iidaysan karin. Xoolahayga marka maa dulmi baa ku cunaysaa, inaan wax kala bedelanaan rabnee. Maanicaasi hadduu jiro, xoolihii lama gadi karo, manfacadii ijaarada ahayd ma la ijaari karo. Maanicii xisiga ahaa ma jiree, waxaa jira maanta maanic sharci ah jira, oo sharciga ayaaba diidayaba. Gabadh xayid qabta ee waxaad tiri masaajidka ha i nadiifiso, masaajidka ha i nadiifiso. Rasuulkuna wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam, laa uxilu lixaa'idin walaa junubin, laa uxilu lmasjida lixaa'idin walaa junub. Masaajidka qof xayid qaba iyo mid janaabo qaba midna uma bannaynayo. Gabadhaan marka masaajidka waa mamnuuc bayba ka tahayba, adigana waxaad leedahay masaajidka ka shaqaynaysaa, dee ijaaradii shaqadii aa u baahnayd ma kuu qabsoomaysaa, waa maya, maxaad diiday? Maanic sharciyaa diiday. Maanicaan sharciga wuxuu lamid yahay maanic xisi ah.
oo haddii hadda aad tidhaahdid addoon maqan baan kaa ijaaraya suu masaajidka kaaga shaqeeyo, hadda addoonka maba lahayaba waa maani xisi ah. Kadalika gabadhan xaydka qabta waa la mid, waa maanic sharci ah. Waxaa la mid oo kale qofka waxaad tidhi waxaan kuu soo ijaartay maanta $20 baan ku siinayaa oo waxaan rabaa inaad hebel ilig saxiixa ka soo saartid. Hebel ilig saxiixa laga soo saaro ma bannaan tahay? Maya, ma bannaan. Maxaa yeelay waa tacaddi iyo jinaaya, sharcigu mamnuuc weeye. Dee wax mamnuuca miyaa qofka ku kiraysanaysaa? Waa maya, jooji sheekh, sharcigaa diiday. Islaan la qabo yaa waxaad tidhi waxaan rabaa inaad ilmahayga ii nuujiso ama shaqaale ii noqoto. Xilliga ay shaqada soo aadi lahayd booday wuxuu yidhi habixina guriga iska jooga. Xilliga ilmaha nuujin lahayd booday wuxuu yidhi waa safraynaa, ilmaha lama nuujinayo. Maxaa qofka xoolihiisi ku qaadatay? Waxaasoo dhan marka waxaa la diidan yahay, waxaadan gacanta ku haynin oo aadan hadda bixin karin oo aadan hubin inaad xoola dad ku qaadatay. Walimtinaacu sharciyi, diidmadii sharciga ahayd kal imtinaaci lxisiyi, diidmadii xisiga ahayd bay la mid tahay. Falaa yasixu idan, ma ansaxayo istijaaru shaksin, qof inaad dabiib, nin dabiib inaad ijaaratid, liqalci sinin saxiixa, ilig saxa inuu soo fujiyo, walaa xaa'idin gabar xayid qabta, likhidmati masjidin masaajidina ka shaqayso, wakada mankuuxatin, gabar la qabana inaad iyadana aad ijaaratid mamnuuc weeye, liridaacin aad u ijaaratid, aw gayriha ama wax kale, bigayri idni zawj, odayga hadduuna idmin, fil asaxi qowlka saxiixa, odayga hadduu hawshan isla ogyihiin, dhib male markaan. Wayajuusu waxaa bannaan ta'jiilu lmanfacati, manfacadii in la dib dhigo, fii ijaarati dhimma, ijaaradii dhimmada ahayd. Ka alzamtu wuxuu yidhi dhimmatag, dhimmadaadii ayaan laasimiyey, alxamla ilaa makka, maka inaad alaabta dhiigaysid, awala shahrin kada, bilhebel awalkeeda. Halkaana waxaan ka gelaynaa, waa inagii soo sheegnay ijaarati dhimam, lacagta kaash waa in loo dhiibaa oo markiiba la qadimaa. Manfacadii ka waran iyada, manfacada iyada waxaan idhi dayn bay noqonaysaa. Marka waxaad tidhi waxaan kaa ijaarayaa gaadiid, baan kaa ijaarayaa gaadiidkii aan kaa ijaarayay oo kuu sifeeyey, bil kadib baan kuu keenayaa, waa la ogol yahay. Laba bilood kadib baan kuu keenayaa, waa la ogol yahay. Maya, waxaad tidhi heshiis waxaan ku galay alaabtaan inaad ii geysid magaalo Hebel, magaaladiina waa isla cayinteen, waa yahay waxaan ku qaaday iyo saan u qaaday iyo ana ii taala waa ijaara dunima, waxaana ku qaadayaa bil kadib baan qaadayaa, ogow laba bilood kadib baan qaadayaa. Waxaasoo dhan waa la ogol yahay, maxaa yeelay tarafkan sidiisaba waa loo ogolaa inuu dayn galo, asalkiisaba sidaa ahaa. Wayajuusu waxaa bannaan ta'jiilu lmanfaca, manfacadii mustaajarada ahayd in la dib dhigo, fii ijaarati dhimma, ijaarada dhimmada ah oo dhimamka lagu kala gatay. Ka alzamtu waxaan laasimiyey dhimmataka dhimmadaada, alxamla inaad ii qaadid alaabtaan ilaa makka, awala shahrin bisha awalkiisii, alaabtaan ii qaad maka ii gee, goorma ii geynaysaa? Bishu markay dhalato. Waa xilli dambe weeye, waqtiga la qaaday iyo waxa la qaaday waxa oo dhan, lacagta laga waa sii qadimaysaa, waa ka soo sheegnay. Walaa yajuusu ma bannaana ijaaratu caynin, ijaaro cayn ah limanfacatin manfaco, manfacadaasoo mustaqbalatin weli aan la gaarin, lama ogola. Ijaaradu awal bayba mustaqbal ahayn, awalba waxaan nidhi shay macduum ah baa la kala gadanayaa oo la kala ijaaranayaa, oo manfaco aan la haynin baa la kala gadanayaa. Aslana sharciga shayga macduumkaa beeciisu mamnuuc buu ahaa, laakiin ijaarada waan ogolaalay liajli alxaaja, baahida jirta darteed. Waxaa la yidhi guri aadan weliba arag, aadan weli daxan jeeda manfacadiisi ka faa'iidaysan, baa lacagtiisii lagaasii qaadaya, waa la ogol yahay. Haddii ka waran jahaaladii iyo qararkii jiray, qarar kale aan ku sii darno, oo waxaan idhi guriga Hebel Hebel uu degan yahay, sanadkan mooye sanadka dambe baan kaa ijaari doonaa, waaraaba gaadhab. Sanadkanaaba laysku haystayo liajli alxaaja iyo daruuro darteed loo baneeyey, ee sanad dambe haddaad kusii deertid ka waran sanad kale ah aad ka sii dib dhigtid, waxay noqonaysaa qararkii jiray oo hore baa qarar kale loo sii geynayaa. Qararku hadduu faaxish noqdana
محرم بشي بدلاه ساد درت عقود النوع عن إيجار ذا مساقاتك مضاربة سلمك عقود النوع عاس عراياك والله إلى عليا أول بقرر بكوتش لي أول بيد بعطي سنايا عريس صارنا عريس كلا إلا صار والله إلى عليا لما أقول مرك هنا تلاه سنة كن موية سنة كن ضمبة بلقى إيجار دونا لما أقول وراء جارشة اللهم وحلاج سوري بيا ننكي يسيب كوتش لي سنة كان هذا تلاه سنة كان إيجار ولا أقول يا سنة كان سنة كان وقاع قديمانية وقاع إيجار مركز سواح أنا وسنة كدمر وانفوق ضري ولا أقول يا إسحاق حيا إسحاق وإيش هو متصل وحرير سن هذير إسحاق عن تقوى إستا هوش لو هوش يسوعنا إسحاق مددي من بعدير وحكله لو أقول يا إيدا جملة إن ت تمن سنة كاود إيجارتي ولا أقول يا وحلا ديدني هو معي سنة كان نبوك إيجاري هو بوأي كدمبنا قلك لا أقول إلا هني بلغس إيجاري دونا وكاكل ديدني وعير شيخ رحمه الله ولا يجوز ببنان إجارة عين عين إلا إجارته قرقان وكلوه قرقان كا إجاريا لمنفعة لأجل منفعة إنا انتفاع ستيد أيانا لو إجارنا يا منفعة لأسوا مستقبلة مستقبل كالضنباء سنة الضنباء يا للا إمن دونه قياسا على البيع بيع يا لو قياسا حيا لبيع با لما أقول إنا صفدا لإستماش فلو لكن أجر هديو حجير أجر هديو إجارنك مالكها السنة الثانية سنة اللبان أيوك إيجاري لمستأجر الأولى سنة ذي كوبات ننك أيوك رسلي قبل انقضائها سنة ذي كوبات انت ستمان نواء إيجاري جاز وبنايها في الأصحي وجه السحراء محايا لي لولي مدى أيها حرير سن ننك هوري قولك أدقنا أو سنة كدقنا يا واحد سنة كالكلام وانقوم ضريا كوال أقول يا وقت جينا ولي مرمان أقول يقول إساك عن تقوهي فلو أجر وحده إجارة السنة الثانية سنة اللبان لمستأجر السنة الأولى سنة ذي كوبانك هو إجارني قبل انقضائها انقضاء المدة سنة ذي كوبان انتهى سنما نكون جلس وبناتها في الأصحي وجه صحيحة ويجوز وحا بنان كراء العقب إن لا يستقدم بأي شيء كراء في الأصحي وهو يسون أن يؤجر دابة وإن دابت كريه رجولا نمك كرينيا ليركبها إن فوله بعض الطريق وضد انت لا سيمر غيب كمدا او رجلين اما لون مفكرين يا ليركب هذا اياما كان مالما فولو وذا اياما كان مالما كله ويبين البعضين لولا بعده ولا ولا افكر استعمال يانا والعضين يا ثم يقتسمان وانا كيف سنيا اجاره الحكم وحال هذا ان وحي ان لو موركيسو اما لو كلتمو وحال له هي سفر بانهاي أو كان والدك إيجاري لبدين نبي هذا هو نقلين كورا بعد الله هذا هو نقلين كالضنبة بعد الله أما هذا هو حال الله يصدح المعلمات أنه حال الله أفر معلمات مرحة دي وقفل بإنت أولاها معين تاهي ومدد اللي اسكسه قيو وقال أقول يا هم مسألة مصوح يا بي مصوح يا بي مسألة دي مستقبل كهيدة المستثنة كتاهي إلا شيء هو مؤجر وقفل كي إيجاري تقلين كورا بهذا نقولي كده من بقف كله أسك إيجاريسا لكن واحد يقول وده هاي عقد يعني هالمر بوضعية الشيء إسك هالمر بلقليا وحلوم قليا إن شيء كان لبدي إنه أود إيجار الإنسان لكن أتكلم ضم بين دونتان ويجوز وحبنا كراء العقوبي إن لا استقدم بيا كراء في الأصحي إن لا استقدم بيا وهو يسون أن يؤجل دابة وإنه جالين وكريستا رجلا نبغ كرينا ليركبها إنه فولو بعد الطريق انت وضد الله الشغل طيب كم ذا او مسح رجلين لو اني مفكرين يا ليركب هذا اياما كان مالما مفولو وذا اياما كان مالما كلا ويبين البعضين نو البقيتي سمالمي سوى العضين يا ثم يقتسمان والله سبحانه وتعالى اعلم.